بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال في مراتب المد عند أصحاب الطرق العشرة في بعض مباحث المد. نظم الإمام محمد بن سعيد المرغتي. قال الناظم رحمه الله: أيها الشيخ الذي أربى على كل ذي فضل وعلم وعمل، أخبرا عن نحو لا ريب إذا أشبع المد لوقف من سأل، ما له لا يردف الوسطى ولا يردف الصغرى به القوب الأول، أي فرق عندهم فيه إذا قيس بالوصل فصرح بالعلل. فأجب: يا سيدا، فقوما له الرحل تشتد في العلم لطالب الأمل، سوف وريب عند وقف لمن ترى مراتب القراء فيهما الأول، لعارض الوقف وليس قبله إلا لهمز نص فيه ذا العمل، كالشيء والسوء لوقف فيهما وقيت كل سوء يا نعم الأجل.